رجعنا تاني نكمل اخر حاجة عندنا الكيميكال رياكشنز نمبر 3. النوع التالت بقى اسمه اوكسيديشن اند ريدكشن. اوكسيديشن اند ريدكشن دول تو بروسيسز بنسميهم ان هما concurrent processes. concurrent يعني الاتنين بيحصلوا at the same time. يعني انا دلوقتي لما يكون عندي reaction حصل oxidation لازم يكون حصل reduction. يعني انا دلوقتي لما حد بياخد حاجة هو خدها من حد يبقى حد الدال هات وخد. هي فكرة الoxidation reduction كده. بيقول لي لو انا عندي hot copper oxide. copper oxide ده hot يعني عمله heating وعديت عليه هيدروجين جاز. هوت كابر اوكسايد عدينا عليه هيدروجين جاز. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان بنلاقي ده كان لونه بلاك اتحول لكابر لونه ريد وخرج عندي H2O اتكون ووتر. الهيدروجين لما عديناه على هوت كابر اوكسايد اللي هو الكالر بتاعه بلاك حصل ان الهيدروجين انتزع الاكسجين من الكبر وكون موتر والكبر فضل لوحده وبقى لونه ريد اللي هو اللون الاصلي بتاع الكبر. ايه اللي حصل بقى في الرياكشن ده؟ اللي حصل هنا ان الهيدروجين اخد الاكسجين فالهيدروجين كده بقى عنده اكسجين فبقول ان الهيدروجين ده حصل له اوكسيديشن. طب الكبر اوكسيد خسر الاكسجين لوزس الاكسجين اللي كان عنده فبقول ان الكبر اوكسيد ده حصل له ريدكشن. يبقى ببساطه كده الاكسديشن يبقى انا كده عندي في اكسديشن وعندي ريدكشن. الاكسديشن means increasing of oxygen or decreasing of hydrogen. In opposite بقى الهيدروجين decreasing of oxygen or increasing of a hydrogen. يبقى لما الاكسجين يقل يبقى حصل reduction. لما الاكسجين يزيد يبقى حصل oxidation. لما الاكسجين يزيد يبقى حصل oxidation. سوري لما الهيدروجين يزيد يبقى حصل reduction. الهيدروجين يقل يبقى حصل oxidation. يبقى لما السبستانس جينز اوكسجين يبقى كده حصل له اوكسيديشن. لما لوزس اوكسجين يبقى حصل له ريدكشن. لما جينز هيدروجين يبقى حصل له ريدكشن. لما لوز هيدروجين يبقى حصل له اوكسيديشن. يبقى ده كده عندي مفهوم الاوكسيديشن والريدكشن. بنسمي السبستانس اللي حصل له اوكسيديشن اللي حصل له اوكسيديشن ده بنسميه ريديوسنج ايجنت. والسبستانس اللي حصل له ريدكشن بنسميه اوكسيدايزنج ايجنت. ايه اللخبطه دي؟ ريديوسنج بمعنى ان هو تسبب في ريدكشن للي جنبيه. مش هو خد اكسجين وحصل له اوكسيديشن فاللي جنبه حصل له ايه؟ ريدكشن. يبقى هو كده متسبب في الريدكشن. فريديوسنج ايجنت هو السبستانس which ايه؟ which takes oxygen. يبقى السبستانس اللي اخد اكسجين هيبقى اسمه ريديوسنج ايجنت لكن البروسيس نفسها اللي حصلت له اسمها اوكسيديشن. يبقى ان اوبزيت بقى السبستانس اللي حصل له ريدكشن هو لما حصل له ريدكشن هو فقد الاكسجين اللي كان عنده فخلى اللي جنبه حصل له اوكسيديشن. يبقى كده بقى اسمه اوكسيدايزنج ايجنت. يعني هو السبستانس which ايه which gives اكسجين. يبقى اللي بيدي اكسجين اسمه ريديوسنج اسمه اوكسيدايزنج وفي نفس الوقت حصل له ريدكشن. اللي بياخد اكسجين اسمه ريديوسنج وفي نفس الوقت حصل له اوكسيديشن. يبقى الاكسيديشن بروسيس يبقى بروسيس ان ويتش ذا اكسجين انكريزس اند هيدروجين ديكريزس. ريديوسنج ايجنت معناها سبستانس ويتش تيكس اوكسجين او سبستانس ويتش از اوكسيدايزد. يبقى كده ريديوسنج ايجنت هيبقى اوكسيدايزد يعني حصل له اكسيديشن. هنا الاكسيدايزنج ايجنت هيبقى ريديوسد يعني حصل له ريدكشن لان لوزس الاكسجين اللي كان عنده.
ده بنسميه traditional يعني traditional concept. يعني في بقى جديد حاجة بنسميها electronic concept على حسب الالكترونز بقى، مفهوم كده على حسب الالكترون. يبقى انا كده عندي هما concurrent ليه في نفس الوقت، لان a substance takes oxygen and another substance loses oxygen، فبالتالي لازم يحصلوا at the same time. في الالكترونيك احنا متعودين بقى من زمان كده ان في حاجه اسمها ميتالز ونون ميتالز. الميتالز عندنا اللي الاوتر ليفل بيبقى 1 او 2 او 3، فهي اللوزز الالكترونز دي بتكون بوزيتيف اين. النون ميتالز تبقى اخرها 5 او 6 او 7، فهي جينز الكترونز وتحول لنيجاتيف اين. احنا عارفين الكلام ده من زمان. طب اللي بيحصل بقى هنا عندي لما يبقى عندي حاجه زي الصوديوم 2Na رياكت مع الكلورين Cl2 بيديني 2NaCl اللي هو صوديوم كلورايد. الصوديوم Na 11 2 8 1، الكلورين 17 2 8 7، صوديوم عنده 1 الكترون زيادة هيلوز it ويتحول لبوزيتيف ايون يبقى Na بلس 1. الكلورين هيبقى محتاج الكترون هيجينز 1 الكترون ويتحول لايه؟ لكلورين نيجاتيف 1 لانه نيجاتيف اين، لان الاي جينز 1 الكترون، لكن الصوديوم لوزز 1 الكترون فبقى اسمه بوزيتيف اين. طيب فانا لما البوزيتيف اين ده يمسك في النيجاتيف اين هيكون لي في الاخر ايه؟ هيكون لي صولت اللي هو الصوديوم كلورايد. هنا اللي حصل ان الصوديوم لوزز الكترونز والكلورين جينز الكترونز، فهقول هنا ان الاكسديشن معناها ايه؟ لوزنج الكترونز، لوزنج الكترونز او لوزنج 1 الكترون اور مور. يبقى الريدكشن هنا gaining 1 electron or more. يبقى انا دلوقتي السبستانس اللي loses electrons هيبقى كده حصل له oxidation، السبستانس اللي gains electrons هيبقى حصل له reduction، فبالتالي برضو هنا اللي حصل له oxidation هيبقى اسمه reducing agent او reducing factor. ليه reducing agent؟ ان هما لما لوزس الالكترونز خلى اللي جنبه خدها وحصل له ريدكشن فبقى اسمه ريدوسنج ايجنت. هنا اللي حصل له ريدكشن اسمه اوكسيدايزنج. ليه اسمه اوكسيدايزنج ايجنت؟ لانه لما تيكس الالكترونز خلى اللي جنبيه حصل له اوكسيديشن، فهو متسبب في الاوكسيديشن اللي جنبيه. يبقى هنا ريدوسنج ايجنت سبستانس ويتش ايه لوزس الكترونز، اوكسيدايزنج ايجنت سبستانس ويتش جينز الكترونز. طيب احنا بقى لما يجي لي حاجه وانا عايز اعرف هي حصل اوكسيديشن ولا ريدكشن، بشوف لو حصل زياده في البوزيتيف يبقى اوكسيديشن، لو حصل زياده في النيجاتيف يبقى ريدكشن. ازاي بقى؟ لما يبقى عندي السي يو ده الكابر اتحول لسي يو بلس 2 بلس 2 الكترونز، هنا فقد لوزز 2 الكترونز وبدل ما كان نيوترال ما عليهوش تشارج بقى بوزيتيف 2، يبقى كده الالكترونز خرجت. يبقى ده هنا كده ايه؟ يبقى ده هنا اوكسيديشن. طيب لما عندي حاجه تانية زي السيلفر ايون اي جي بلس 1 لما تيكس 1 الكترون تو بي نيوترلايزد وحصل له بقى اي جي، كده هو ايه؟ تيكس 1 الكترون، يبقى كده ريدكشن. يبقى لما تبقى الالكترونز في البرودكتس خرجت يبقى ده اوكسيديشن، لما تبقى الالكترونز في الرياكتنس يعني دخلت يبقى كده ده ايه؟ ده عندنا ريدكشن. يعني مثلا عندي لما يقول لي هنا اف اي بلس 2 اداني اف اي بلس 3 بلس 1 الكترون، يبقى كده حصل له ايه؟ حصل له اوكسيديشن. لما يجي لي مثلا ان نيجاتيف 2 تيكس 1 الكترون وتحول لان نيجاتيف 3 يبقى كده حصل له ريدكشن. يبقى باختصار الاكسديشن والريدكشن هما تو بروسيسز كونكرنت بيكوز وان اليمنت لوزز الكترونز اند ذا اذر جينز الكترونز، ان وان اليمنت او وان كومباوند تيك اوكسجين اند ذا اذر لوز اوكسجين. يبقى لما بيحصل تيك اوكسجين يبقى واحد لوز، لما بيحصل لوز للالكترونز يبقى واحد جين، فعشان كده هما كونكرنت يعني بيبقوا ات ذا سيم تايم. يبقى باختصار كده الاكسديشن والريدكشن تراديشنال يعني اللي هو الكلام القديم، increasing oxygen ده oxidation، decreasing oxygen ده reduction. اللي بيحصل له oxidation بنسميه reducing agent لانه loses الاكسجين او gives oxygen،
سوري اللي بيحصل اوكسيديشن ايوه اسمه ريديوسنج، لانه تيكس الاكسجين من اللي جنبه فخلى اللي جنبه حصل له ريدكشن. اللي بيحصل له ريدكشن بنسميه اوكسيدايزنج، لانه لوزز او ادى اكسجين جيفز اكسجين فخلى اللي جنبه حصل له اوكسيديشن. في الالكترونيك الاوكسيديشن هو معناها لوزنج الكترونز، الريدكشن معناها جيننج الكترونز. اللي حصل له اوكسيديشن يبقى اسمه ريديوسنج ايجنت، لانه لما لوزس الالكترونز خلى اللي جنبه حصل له ريدكشن. الريدكشن اللي هو جيننج الكترونز بنسميه اوكسيدايزنج ايجنت، لانه لما جينز الالكترونز خلى اللي جنبه حصل له اوكسيديشن. ده باختصار مفهوم الاوكسيديشن اند ريدكشن رياكشن. كده احنا خلصنا ليسن 1. طبعا مهم جدا 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 نحفظ الايكويشنز كويس بالبالانس بتاعها. باختصار كده الثيرمال دايما بنبقى بادئين، الثيرمال ديكومبوزيشن بنبقى بادئين بوان كومباوند كبير ويتكسر. السبستيوشن لازم ابقى بادئ بتو كومباوندز واليمنت وكومباوند عشان يحصل بينهم سبستيوشن. الاكسديشن الريدكشن ببص على عدد الالكترونز او ببص على الايه الاكسجين والهيدروجين. اوكي نتقابل ان شاء الله في السكند ليسن. ثانك يو.